اليوم نعيش مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني ولدعم الأحرار بغزة وجميع بقاع ديال أرض فلسطين. المحامين كما وغيره خاف عليكم كيشكلوا داخل المجتمع واحد الفئة اللي هي بالأساس كتدافع على الحقوق، كتدافع على الحريات، وكذلك عندها خلفية حقوقية، وماشي كتدافع غير على كذلك، كتدافع حتى على الشعوب المضطهدة، وكتقوم بهاد المسيرات اللي هي كتجي في إطار الهجمة السلسة والهجمة الهمجية اللي كيقوم بها العدو الصهيوني. لذلك فالمحامين وقطاعات حرة أخرى كالأطباء، هيئة الممرضين وهيئة المهندسين ارتأوا أن ينظموا هذه المسيرة الحاشدة دعما للشعب الفلسطيني وضدا على التطبيع وضدا على كل من يساند همجية الصهيونية ويؤازرها بالسلاح وبالمال وبجميع الوسائل اللوجستيكية لتقتيل إخواننا الفلسطينيين اللي هما شعب عزل لا يملك أسلحة ولا يملكون ترسانة مثل العدو الصهيوني الذي يدعم من طرف الأمم الكبيرة وعلى رأسهم أمريكا. لذلك فنحن كمحامين اليوم نقف هذه الوقفة دعما للشعب الفلسطيني ودعما كذلك لكل الأحرار بأرض فلسطين، وفي نفس الوقت نترحم على شهداء الفلسطينيين. وشكرا. نحن هنا باسم التنسيقية المغربية لأطباء من أجل فلسطين، وهذه فرع مراكش، وهذه التنسيقية تضم الأطباء والممرضين وجميع مهني الصحة. جينا استجابة لنداء تنسيقية المحامين والمحاميات من أجل فلسطين. أولا نحن كمهني الصحة نعلن تضامننا المطلق وتنديدنا بالمجازر التي تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات، بحيث أن أكثر من 30 مستشفى تم تدميره، وكذلك أن عدد كبير من الطواقم الطبية والتمريضية تم اغتيالها، حيث فاق عدد الأطباء الذين استشهدوا أكثر من 400 طبيب، وآخرهم الدكتور عدنان البرش الذي استشهد تحت التعذيب. وأيضا نعلن عن استعدادنا للذهاب إلى غزة من أجل مساندة إخواننا للتخفيف، من أجل المساهمة في على الأقل في رفع المعاناة وإعادة ترميم قطاع الصحة بغزة.